عميل ايه رجع لكم بتحدي جديد. فكرة التحدي بتاعت النهاردة هي عبارة عن 6 بطيخ، 3 ليا و3 لأخويا، والعقاب هو هياكل اشرب بطيخ اللي هو ده يا جماعة. ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب، اشتركوا شجعونا باللايك علشان نعمل فيديوهات اكتر واكتر. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديو. يلا نبدأ على التحدي. هو يا جماعة جميلة يا جماعة. طعمها جميل. وقفت في زوري. دخل على البطيخ الثاني مني. يا جماعة اكتبولنا تحت في الكومنتات عايزين ايه تحديات، زي تحدي الشمام، تحدي المانجا، تحدي الخوخ، تحدي البلوخ، عادي ها. اي كلمة تيجي على بالك. يا جماعة أنا اللي هكسب، أنا القوي. في وسط خواعي بتعطلني. أنا باكل عيش لب ولا باكل خشب؟ نعم.
اللب 100 واحدة في بقي، مش عارف اكل البطيخة. أنا اللي هاكل عقاب. أوعى يا كابتن. إيه كابتن؟ أنت هتغنينا؟ خلاص تعالى. هو اللي هاكل العقاب؟ شو قلنا؟ نعم. حلو؟ وبكده يكون خلصنا التحدي، كان معاكم كادي وهادي، ومع السلامة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.